وما حليتش الموتى اللي هنا، ما تتنيلي تموتي في حته ثانيه. في حته ثانيه ازاي يعني؟ عمر عمر رايح فين؟ تعالى هنا. راح فين ده؟ عايزة ايه يا بنت انت؟ عايزة ايه؟ ابنك اللي في بطني مطلع عيني يا ابني. يا بنت انت هتستعبلي يا بنت. انت بتزوقني يا عمر؟ اه بزوقك عادي. عايز صاحب الجنين؟ صاحب الجنين كليني. يا امشي يا بنت امشي. هنا تعالى هنا. على فين يا حبيبتي؟ انا اللي على فين؟ انت رحت فين يا عمر؟ ومالك بتنهج كده ليه؟ لا ولا حاجه. ده اصل شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تخيلي واحده بتولد وقال عايزيني ضروري جدا. بتولد؟ اه وعايزيني ضروري جدا. وعرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء؟ عرفوا منين ان انت دكتور امراض نساء يا عمر؟ ما فكرتش فيها دي، بس يعني دي حاجه تستخبى. اكيد عرفوا من البطاقه بقى. المهم يا حبيبتي انت خليكي هنا وانا 10 دقايق وهرجع لك على طول. هتولد واحدة بعشر دقايق؟ اه 10 دقايق حلوين جدا، يا دوب كفاية نخلص الاتفاق، نخلص الولادة. ادعيلي بس ربنا ينتعني بالسلامة. ينتعك انت؟ انا قلت ينتعني انا؟ لا انا قصدي ينتعها هي، ينتعها هي ينتعنا كلنا ان شاء الله يا حبيبي. عمر نعم. اياك ثم اياك. اه عينك تزوغ كده ولا كده؟ عيني تزوغ. تزوغ فين؟ ما خلاص اللي زغزغ. احنا تبنا الى الله، تبنا الى الله. يا رب تقبل يا رب. اقول لك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ احنا كنا بنقول ايه اخر حاجه؟ كنا بنقول بحبك وحاجات جميله قوي. هنرجع نكملها دلوقتي 10 دقايق. اوعى تحركي من هنا حبيبتي. هي ايه الحكايه بالظبط؟ انت بتصفري يا بنت؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ اه يا عمر الواد ود يا بنت ود ودي وشايبة ايه؟ لما انت حامل زي ما انت بتقولي ركبت الطيارة ازاي يا عفة؟ انت المفروض انك في الشهور الأولى. إرادة ربنا. اعترض بقى يا عمر على إرادة ربنا، اعترض. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. ماشي 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 ماشي. وعرفتي مكاني هنا ازاي؟ حبيب قلبي يا عم حافظ، ربنا يخليهولي يا رب. يخرب بيتك يا عم حافظ جلاب المصايب. عايز ايه يا عفة؟ جاي هنا عايز ايه مني؟ هو يعني انا الحق عليا ان انا خايفه عليك من ربنا وجاي عايزاك تصلح غلطتك يا عمر؟ غلطتي ايه يا بنت؟ غلطتي ايه؟ غلطتي ايه؟ خلاص يا عفة خلاص، انت كده بتدمري مستقبلي. ما انت ياما دمرت مستقبل بنت ايه يعني؟ يا بنت احنا مش كنا سيبنا بعض بالمعروف؟ ودينا رجعنا بامر الله، البركه في ابنك. اسمع يا بت، اسمع يا بت، انت تاخدي بعضك وتغوري من هنا على اول طياره، على اول طياره، وما اشوفش وشك تاني، ما اشوفش وشك تاني. خايف كده ليه؟ من خاف سلم. من خاف سلم؟ بصي يا حبيبي انا بس عايزه افهمك حاجه، يعني لمستقبلك، يعني التنشنه دي مش حلوه عشانك يا عريس، ده انت لسه في شهر العسل. انت خليتي فيها عسل ولا بصل؟ ما خلاص. بص بقى عشان من خاف سلم بقى، انت عايز الليله دي تعدي على خير ولا لا؟ والنبي عارف، والنبي عارف عشان خاطري. اوكي اتعشى معايا. مش بتعشى معاك. اتعشى معاك ده ايه؟ ده من رابع المستحيلات. اتعشى معايا يا عمر. مش متعشى واعلى مفخلك الكبير. طيب براحتك، بس انا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. عادي. الباب في الباب. الباب في الباب. طز. خلاص بقى ذنبك على جنبك، انا قلت لك وخلاص وحذرتك. تحب تعشى ايه؟ سي فود. فريش؟ فريش.